باقي راد كنت البارح مازال باقا وحده غندوزها اليوم. ممكن هاد النباله البنات اللي راكم تشوفوها هكذا نباله غزاله البنات، الديزاين ديالها زوين، ميزات 490 درهم للغرام، شكلها واعر. تسعه فاصلة واحد وستين، 490 درهم الغرام، جاتها 4700 درهم، 4700 درهم في 20 البنات هي 94000 ريال و 194000 ريال و 100 لهاد النباله هادي اللي هي على هاد الشكل، نباله غزاله البنات. ام هبه وعليكم السلام، كريم الهلالي وعليكم السلام خويا. غندوز لكم هاد الثلاثوات نتاع البغاسلي، ثلاثة ديال لي بغاسلي فيهم العوينة زوينين بزاف البنات، هاد ثلاثة ديال لي بغاسلي شكيلهم زوين. اليوم البنات كما قلت لكم راه غير التتيمة ديال اللايف ديال البارح، نورمالمون ما غنديرش اللايف اليوم ولاني بغيت نكمل لكم الهميزات باش ما يبقاوش حتى للسبت، اللهم نكملوهم اليوم. الحمد لله خويا كريم الله يخطيك. شوفوا البنات غزالة هاد البغاسلي ثلاثوات، 22 غرام فاصلة 56، فاصلة 56. شو كاينة سيري تكملي قرايتك وعطاتك راحة الله. اش ندخلك اش ندخلك، ديها داكشي اللي عندك. 22 هادو فيهم 22 غرام فاصلة 56، 490. جاتهم 11000 54 درهم، 11054 درهم في 20 اللي هي 1,021,000 ريال و 800 يا كرا، شفتي 800 و 800 هادي مشات. شوف هادي 1,021,000 ريال صافي. هادو البركانية هادو جاتهم 1,150,000 درهم، 105,000، 1,105,000 فرنك هادو. الحمد لله ربي يخليك لله يخطيك مهدي. دوك هادو جاتهم 1,021,000 ريال اللي هي 11,000 درهم و 500. شوفوا 11054 درهم، 11054 درهم اللي هي 1,105,000 فرنك. هادو عطيني ديك الستارة رشيد. ستة سنتيم فيهم، ستة سنتيم في القطر، ستة سنتيم خوات مارياج وثمن شحال. رشيدة عطيني على حساب الاخر. مهدي خويا على حساب البيجي اللي عندك، شوف انت شحال قديتي في الثمن وحنا نشوفوا لك لي بخي الخوات في داك البخي هذاك. صافي اش خبارك عافاك، عاودي وري هذيك الراتكو عاد دخلتي. مازال ما وريتهاش، غير سميتو السيده راه جات هنا المحل غتشوفها غندوز عليكم. كاين ماشي ما كاينينش الغلاض، غير هادو اللي دوز لك الجديد اللي كاين، وهادو الهيزات مو الجديد اللي كاين. هادو غير الهيزات غير شديناهم عندي. ايه ماشي مشكل، بغيتي تعرفي. زيدي صبري شويه، زيدي صبري شويه، لقيتي الله يسهل عليك، ما لقيتيش عاودي فوتي. صافي مرحبا، كيما قلت لك لقيتي تبارك الله، ما لقيتيش عاودي ضربي دويره وشوفي. مازال خويا كريم ما كاينينش. مازال حاليا ما لقينا حتى شي حاجه ميزات في ديال الورده، ودو جداد خويا راه وريتهم ديك المره الاخر القطر ديالهم صغير. قشور الحوت لا ام سعاد ما عنديش حبيبتي باسيت قشور الحوت في الهميزات، جديد نقدر نشوف ليك راه تقولوا بيا. هميزات اختي ما كاينينش، هميزات ما كايناش، جديده كاينه. شوفوا البنات كاين هاد البراسي هذا ديال التخرم زوين بزاف، هاد ديال الهميزات البنات راه ما تيبقاوش، راه بزاف منكم اللي تيقول ايوا ثمن الهميزات راه غالي راه هادي هادي هادي، ولينا راه ما كيبقاوش، سوا طلع الثمن سوا نازل الناس كيديو الهميزات ما كيخليوهمش. كريم خويا الهميزات في المصحف ما بقى ليناش اخي، داك اللي وريتك ديك المره اخر واحد
هو اللي بقى، ما عجبكش ما صافي، ما هو اللي باقي كاع صغير. 12.70 في هذا البراسلي هذا في 20، ١٩٠ درهم للجرام، جاتو 6223 درهم، 6223 درهم في 20، اللي هي 124000 ريال و600، 124000 ريال و600 بالنسبة لهذا البراسلي ديال تخرام، زوينة البنات بزاف، ومضوبل وصحيح وعملي، اللي عجباتو، اللي عجبها دير سكرين ودوز الخاص. عطيني القطة ديال أم رشيد. كاينة هاد السرتلة هادي اللي فيها ثلاثة وات، سرتلة فيها نص برومو سامبل، غادي نشوف لك اخاي، مرحبا، نشوف لك، نفوت نكمل لايف ونشوف الا مازال شي حاجه. كاينه هاد السرتلة اللي فيها نص برومو سامبل، فيها 28.07 غرام، 490، جاتها 13754. هذيك المره اللي كانت الثمن ديالهم طايح شويه ما ديتيهمش خويا كريم، دابا راه دابا طلع راه 490 درهم للغرام الاخر الذهب، دابا المستعملين دابا راه 490. ديك المره راه كان رخص من هكاك وما قديتيش على البخي، دابا راه طالع الثمن. هذا في 5.8. دوك البنات هذه ب 13754 درهم، اللي هي 1,075,000 ريال، ياك 1,075,000 وحده، مليون و 75,000 ريال، من هنا خدك خويا كريم، مليون و 75,000 ريال، المرة الفاتة ماشي كبار قياس صغير، وي هادوك يمكن كانو قياس صغير، نتا تأكدتيني من القط لقيتي ستة، ستة في البراسلي يعني خاصك. خلي نتكلم نتا ديال اللايف ونشوف لك لقيتك شي حاجة في دوك لخرين، فهداك البخي اللي قلتي والقطر ستة. كاين هذا البنات براسلي واحد، شوفوا البنات غزال، شكي زوين بزاف، سبعة فاصلة 77 في 490 درهم الجرام، جاتو 3800 درهم، 3800 درهم اللي هي البنات 76000 ريال و100، 76000 ريال و100 براسلي. كاين هاد البراسلي اللي فيه نص ذهب، نص ذهب ابيض ونص ذهب اصفر، هانتوما طوب البنات. عشرة فاصلة 62 في 490، 10.62 في 490، 10.62 في 490 تساوي 5200، 5200 لهاد البراسلي هذا اللي فيه نص ذهب، ذهب صفر ونص ذهب ابيض، اللي هي البنات بالريال. هذا رشيد هادي 104000 ريال، 104000 ريال بالنسبه لهذا البغاسلي هذا اللي فيه نص ذهب صفر ونص ذهب ابيض. كاين هاد المليج واحد البنات المفتول، السلام عليكم، عادي عادي خويا، غير ماشي مسك اصلا الحلوه. شوفوا البنات مبروما واحد اللي باقي فيهم 11.83 490، 490 جاتها 5796 درهم، 5796 درهم في 20، اللي هي 115000 ريال و900، 115000 ريال و900 لهاد الدمليج. فرا ديك المسطرة رشيد، هذا فيه 6.2 البنات، 6.2، 6.2 13000 ريال،
غادي نمشيو لهاد ثلاثه ديال لي بغاسلي، ثلاثه ديال لي بغاسلي زوينين البنات، ثلاثه ديال بغاسلي خفيفين. اثنين وعشرين فاصلة عشرين، 490 درهم، جات 10878 درهم، 10878 درهم في 20، اللي هي 1,017,000. رشيد، رشيد. مليون وسبعتاش ألف ريال و 500 لهاد البراسليات بثلاثة. كاين هاد النبالة البنات لي زوينة بزاف، نبالة البنات هادي شكيلها غزال، شوفو شحال تستاهل نطلق بالسلامة. 7.78 في 490 درهم، جاتها البنات 3812 درهم، 3812 درهم في 20، اللي هي شحال نقول، تلت آلاف أو تمنميه أو طناش في 20، اللي هي 76,000 ريال أو 200، ستة أو سبعين ألف ريال أو 200 لهاد النبالة. بغينا شي حاجة بلدية تعمر اليدين أخي. دابا راك شتي دروك التمن ديال دبرة طالع، أو هاد الهميزات قليل دابا للناس اللي مكيتوجدوش، ولا كيتوجدو راه كيطيرو، فهمتي يعني مكيبقاوش. هادو اللي كاينين، وهادو اللي دوزت البارح، عاود اللايف ديال البارح راه تشوف داكشي دوزت البارح. كاين هاد جوج ديال لي بغاسلي شكلهم زوين، هاد جوج بالبغاسلي شوفو، ربعطاش 490، جاتها 6860 درهم، 6860 درهم في 20، اللي هي 137,000 ريال و 200، 137,000 ريال و 200 لهاد البغاسليات بجوج. عطني القطر ديالهم رشيد هادو، شويه بالسلامة على صاحب الفلك. كاين هادي، هاد البراسلي واحد الشكل ديالو غزال، هادو فيهم 5.9، 5.9 جي قد الوالدة ديالك نيشا شحال، هادو فيهم 5.7 وكامل فيهم ثلاثة، بقى فيهم غير جوج. كاين هادا براسلي واحد 7.05 في 490، جاتو 3454 درهم، 3454 درهم في 20، اللي هي البنات 69,000 ريال، 69,000 ريال ياك، 69,000 ريال تساعدني، 69,000 ريال هاد البراسلي بوحديتو، هاك القطر. كاين هاد المليج هذا اللي بوحديتو حتى هو زوين، شكيلو غزال شوفو، فيه 6 في القطر البنات، هذا 6 في القطر، 11.47 في 490، جاتو 5620 درهم، 5620 درهم في 20، اللي هي 112,000 ريال و 400، 112,000 ريال و 400 لهاد المنيج هذا. نخدمو بحالو، واه اخويا راه نصيفطو غير سميتو. شكون فيهم هاد، هذا اللي فيه 6 في القطر هذا، نشوف اخي نشوفو، حيت موديل قديم ولين نشوفو، اسالي اللايف ونسول لك ونشوف. مرحبا. كاين هذا عقلتو حتى هادو راه كان فيهم 3 بقى فيهم غير واحد، شكيلو غزال، عطي القياس ديال هاد سيت الفر هذيك اللي حطيت دابا. شكون هذا 6 قلت ياك، هادو اللي دوزت دابا جوج، هادو البنات 5.9، 5.9. كاين هاد البراسلي حتى هو بوحديتو، هذا ياك اخي، هذا هو اللي بغيتي ولا هذا؟ المهم سكرينيهم ودوز عندي الخاص وريني اش من براسلي اللي عجبك، شوف واش تخدم لك. كاين هذا براسلي واحد حتى هو بوحديتو غزال، هذا 6 سنتيم، واخر واحد دوزته هما هادو 5.9، دوك هذا فيه 7.28 في 490،
راه صافي الدمليج اللي دوزت بوحديتو هذا هكا راه شفت راه حتى المنديل هذاك الدمليج هذاك الدمليج واه شحال فيه في القطر وشحال لا شحال فيه في القطر 3500 سيفو هذا فيه 6.1 الدمليج فيه 6.1 دونك هذا البنات هاد البراسلي غادي الثمن ديالو يجي 3567 درهم 3000 واه صافي راه قلت لك اختي 6.1 3567 درهم في 20 اللي هي 71000 ريال و300 71000 ريال و300 بحال هذاك نخدموا لك خوتو هذاك هذا نخدموا لك خوتو كيكونوا عيفوت لايف نسولك شحال يتقام على الثمن ديالهم ونقول لك كاين هذا نفس الجرامات ياك نفس الجرامات ديال هذا شوفوا شحال فيه 11547 يعني المهم غادي نشوف اخر واحد هو هذا البنات اللي توا فيه الدب صفر دبل بيض توا شكيلو زوين 11.11 490 5443 درهم 5443 درهم في 20 اللي هي 188000 ريال 188000 ريال ياك شوف 108000 ريال 800 هذا هو الثمن ديال هاد البراسلي البنات 108000 ريال و800 ثمن هاد البراسلي وبهذا الشيء غادي نكون كملت اللايف ديالي البنات هاد النهار تهلاو فروسكم عشيتكم مباركه وحتى اللايف جديد ان شاء الله مرحبا خويا كريم هنا سالي اللايف ونشوف لك شي حاجه ثلاثه من هذا شحال غادي تقام الثمن ديالهم ونرد عليك داكشي اللي كاين صافي خويا واحد شويه ونصيفط لك تهلاو فروسكم البنات وعشيتكم مباركه والسلام عليكم الى لايف جديد ان شاء الله.